جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. ضيفنا رئيس المستقبل اللي بمارسة السيد ماهر بن عيسى، نحكيه بالطبيعة على كل شيء اللي يهم الرياضة في تونس، على المستقبل اللي بمارسة، على المنتخب، على المنتخب اللي يستعد كما قلنا لمباراة حاسمة وحاسمة جدا بعد غدوة في ملعب رادس، وحد سعيد للمنتخب الوطني التونسي. سمار بشكون حاضر؟ باش تلبس تريكو تونس ولا لا؟ ما عنديش اما ان شاء الله باش نكون موجود ان شاء الله كبقيه عند العديد من الرؤساء باش يتنقلوا للملعب، وان شاء الله ان شاء الله ربي معانا على كل حال. شنو هي الدعوه اللي توجهها وفماش عندك ملاحظات في الجانب الثاني؟ والله هي الدعوه الى الحضور الجماهيري المكثف، تعرف عندنا 32 ألف مكان، لكن انا بكل صراحه خايف ليكون العدد هذا مش متواجد. علاش؟ خاطر نشوفوا اليوم ما فماش دعم اعلامي كبير قاعد مع الحمله هذية، وانا اليوم من يمكن من المنبر هذا ما يوم حتى نقولوا بطريقه ماديه بحته، اليوم هل 20 ألف دينار ولا 30 ألف دينار باش ندخلوهم بالمقابله هذية ما يساويو حتى شيء مقابل 20 مليار اللي كنا نتحدثوا عليها بكري ملي كان تونس لا قدر الله ما ترشحش. معناها اليوم الجماهير التونسية عندها 3 سنوات هي عاصفة على الحضور وبعيدة على جوة وبعيدة على ما تعودوش على الجماهير. عادة الحضور في المقابلات غابت. كنا نحضروا في روحنا نستنوا هناك لحد الساندويتش والماتش، طبعا عادش نحاها من خريته بالضبط. اش معناها؟ انا خلي سي جمال نكمل في الوحدة بتاعي. اليوم كان جيت في بلد افريقية راهو رئيس الدولة قال خلي الناس كل تدخل بلاش، نكلمه بكل صراحة. لكن اليوم عندنا مكتب جامعي ويعرف ويوزن ويقيس. اليوم انا ظهر لي يلزمنا نفتحوا الابواب. تو نحاولوا نتصلوا بسي طاهر خنتاش. طاهر خنتاش وكنت جبدته على الموضوع هذا بكل صراحه. هذا طاهر خنتاش اللي مسؤول على التنظيم وعضو الجامعي، وبكل صراحه اللي نحييه خاطر يخدم في خدمه كبيره. لكن اليوم ماهيش حتى من الناحيه الامنيه، كل واحد ما يدخلش بلاش لكن عنده التذكره نتاعو اللي يدخل بها. اليوم ينزل نوزع للأندية التونسية، ونحب نقربوها الأندية الكل 220 نادي اللي عندنا، هل الواحد وتكون العائلات الكل موجودة ويكون فما دعم. خاطر اليوم اللي نراه في عندنا مدرب شفته أنا اللي يعرف شو يعمل واللي أفكاره يعني ظاهرة، وفما لاعبين يا خويا يلزم يكون دعم جماهيري. شفنا مقابلة الكاب فير فما 5000 ولا 4000 من الجماهير، اليوم يلزم 30000 يحضروا، ما فماش كلام. اليوم حتى وعلاش 30000؟ لا هي 30000 توا الامن اعطى 30000 ما عادش يعني. علاش في مباراة كيما هكا احنا نستدعي 60000؟ علاش نمشي معاك اكثر من هكا في مصر في المقابلة القادمة هذه؟ حتى الجيش باش يكون حاضر باش يشجع، موجود الجيش باش يعبي به استاد. علاش ما تكونش عندنا لي تراديسيون هذول الكل؟ لانه الهدف هو واحد، وانه نترشحوا. الهدف اليوم ما خافوش منها المقابله، ما نخافوش منها، المقابله هذه. ويلزم كان الامن كان اعطيناها اكثر تطمينات، مثال قلنا راهو العائلات هي اللي تجي، مثال النساء باش يكونوا اكثر، مثال راهو اعطانا 60000. لكن انا نعتقد ما فماش كانت ما دفعناش على الفكره نتاعنا لاخر دقيقه. انا هذا اللي نعتقد، بالرغم اللي احنا كانت عندنا 4 سنوات التالي الامن ما نجمش نتكلموا، لا نكملوا الامن اما نعاونوه. يعني هذه الطريقه نقولوا احنا الامن شنو باش متخوف اليوم اللي جاي نجي تضرب ولا قدر الله فما خساره ولا فما نكسه؟ لا، فما باش تجين، فما معروفين يجيو لاعبين بالاجازات نتاعهم، يجيو يعني ما نعرفش انا مدربين كره القدم، يجيو المدارس. كانت فرصه اليوم باش نستدعاو المدارس اللي في داخل الجمهوريه باش تجي الناس تتفرج. اليوم برشا ما يعرفوش ملعب رادس، يعني اكيد اليوم باش نقولها ونعاود ناكد عليها، اليوم هل 20000 دينار ولا 30000 دينار ماهيش تعني حتى شيء للجامعه بالدخل نتاع الجماهير. اليوم يلزمنا نركزوا على الترشح اللي هو باش يجيب لنا باش يحل لنا ابواب عديده. يعني لو كان جيت انت مسؤول على كره القدم اليوم تقول تطلب انه الدخول مجاني للملاعب؟ الدخول مجاني لكن بمراقبه. بمراقبه؟ لا نحب نفهم اكثر، يعني تشجع الجماهير باش تحضر؟ اكيد ما فماش كلام. اليوم عندنا المقابله الاخيره اللي باش نلعبوها في تونس، يعني فماش كان هذا يلزمنا نستناو عام اخر باش نلعبوا مقابله دوليه اخرى في تونس. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.